ينضم إلينا من باريس السيد ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. سيد ميشيل أهلا بك على شاشة الغد. يعني إذا الرئيس الفرنسي يؤيد فرض عقوبات على النيجر، إذا ما نظرنا إلى مؤشرات هذه التصريحات وطبيعة هذه العقوبات التي يتحدث عنها الرئيس الفرنسي. نعم، بداية علينا نقول إن ما يحصل حاليا في النيجر حصل مثله في بلدين مجاورين، هما مالي من جهة وبوركينا فاسو من جهة أخرى. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين عمدت مجموعة اقتصادية لغرب أفريقيا لفرض عقوبات اقتصادية ولفرض عزلة سياسية، وكانت النتيجة أن هذه العقوبات لم تنفع شيئا، وأن العسكريين الانقلابيين أكانوا في مالي أو في بوركينا فاسو ما زالوا في السلطة، وبالتالي فإن فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية وعزلة سياسية وتجارية وغير ذلك لن ينفع، لأن التجارب السابقة تبين ذلك. هذه الملاحظة. إذن يعني قبل الانتقال إلى الملاحظة الثانية، إذن لماذا يلوح الرئيس الفرنسي بفرض هذه العقوبات؟ لأنه ليس لفرنسا إمكانيات أخرى، ليس لباريس إمكانيات أخرى لتغيير ما هو حاصل حاليا في النيجر. أشير هنا إلى أن لفرنسا في هذا البلد 1500 جندي، وأن هناك علاقة خاصة تربط باريس بنيامي، وأن القوة الفرنسية المسماة برخان التي كانت موجودة في مالي لمحاربة الإرهابيين انتقلت غالبية أفرادها إلى النيجر. والنيجر مهمة جدا بالنسبة لفرنسا على الصعيدين السياسي، على الصعيد الاقتصادي، وخصوصا على الصعيد الأمني. النيجر هي المصدر الرئيسي لليورانيوم الذي تستخدمه فرنسا لموجودات لمفاعلاتها لإنتاج الكهرباء أو للأسلحة النووية التي تمتلكها، وبالتالي فرنسا تريد أن تبقي علاقة خاصة مع النيجر، ولكن إمكانياتها اليوم لا تسمح لها لا بالتدخل العسكري، وكان ذلك ممكنا لو أرادت باريس ذلك. إذن من الناحية العسكرية لا تستطيع التدخل، ومن الناحية الاقتصادية فرض عقوبات لن يفضي إلى شيء. من هنا إن باريس تعتمد على رافعتين، الرافعة الأولى هي الاتحاد الأوروبي، والرافعة الثانية هي المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. طيب، الرافعة الأولى والرافعة الثانية، ما هي الكروت التي من الممكن أن تستخدم في النيجر؟ نعم، بالطبع يعني بالنسبة الأهم هو ما سيقرره قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. لماذا؟ لأن هذا يشكل المحيط المباشر للنيجر. تستطيع هذه الدول أن تعزل الطغمة العسكرية الجديدة، تستطيع أن تفرض عقوبات تجارية اقتصادية، أن تخرج النيجر من أضويتها إلى غير ذلك من العقوبات التي أصبحت معروفة على صعيد العالم. الشيء نفسه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن يبقى السؤال الرئيسي، هل هذا ممكن؟ هل هذا سيكون كافيا بالضبط من أجل دفع الإنقلابيين العسكريين بالتراجع عن العملية الإنقلابية ولإعادة محمد بازوم الرئيس؟ طيب، يعني استكمالا لهذه الفكرة، وهنالك سؤال وجب أن نطرحه، يعني هنالك مناشدات دولية تطالب بالعدول عن هذا الإنقلاب، يعني هل سوف برأيكم تقابل هذه المناشدات بتعنت من قبل العسكريين ورفض، أم ربما ستفضي في نهاية المطاف إلى خلق ضغوط على العسكريين وإرغامهم على التفاوض وإرجاع النيجر إلى ما كانت عليه؟ نعم، ليست المرة الأولى التي تصدر مناشدات عن الهيئات الدولية، مثلا فيما خص النيجر، عن أمين العام الأمم المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي، عن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الدول الغربية، ولا بل حتى عن الرئيس الروسي الذي كان مجتمعا بالأمس مع 17 رئيس دولة أفريقية. ولكن أريد أن أطرح السؤال بنفسي إليك، هل سمعت بأن مناشدات دولية دفعت إنقلابيين للعودة عن إنقلابهم؟ هذا لم تعرفه أفريقيا أبدا. وفي أي حال إن تراجع الإنقلابيون هذه المرة عن إنقلابهم بالضبط، ولكن نحن سيد ميشيل نتحدث الآن عن أن النيجر هي المورد الأول لليورانيوم إلى فرنسا، يعني هنالك مصالح اقتصادية بحتة
مع الجانب الفرنسي، ربما هذا يجعلها تتحرك بصورة أكبر وأوسع. نعم صحيح، هذا صحيح. فرنسا تستغل اليورانيوم في نيجر منذ 50 عام، وفي الأعوام الـ30 الماضية حصل 4 انقلابات عسكرية في النيجر، وبقيت فرنسا تستغل اليورانيوم. لا بل يمكن أن نشير أنه قبل يومين فقط من تسلم محمد بازوم الرئاسة في نيامي حصلت محاولة انقلابية قبل يومين فقط بالضبط. ولكن يعني هنالك اختلاف في المنطقة يعني عن الخمسينيات، يعني نحن نتحدث الآن عن تحركات صينية مثلا، توغل روسي في المنطقة. هذا صحيح، وأنا أشكرك على هذه الملاحظة، لأن اليوم الوضع في إفريقيا حقيقة تغير. لا بل إن هناك أصواتا غربية تقول إن هناك يد روسية بالتحديد لفاغنر فيما يحصل حاليا في نيامي. ويمكن أن نشير أيضا أنه في الوقت الذي تسير فيه مظاهرات تندد بفرنسا في نيامي وفي مدن أخرى في النيجر، هناك من يرفع الأعلام الروسية في المظاهرات نفسها. وبالتالي يعني ليس سرا بالنسبة لأحد اليوم أن هناك تنافسا كبيرا على القارة السوداء، ليس فقط في النيجر، ليس فقط في بلدان الساحل، ولكن في كافة الدول الإفريقية. هناك تنافس يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين، من روسيا، من تركيا، من إسرائيل، وأيضا من فرنسا التي هي القوة المستعمرة السابقة في كافة دول الساحل الخمس. إذن اليوم ما نراه هو انهيار حجارة الدومينو الفرنسية. فرنسا خسرت موقعها الأول في مالي، خسرت موقعها الأول في بوركينا فاسو، وهي بصدد خسارة موقعها الأول في النيجر. هناك خطة فرنسية لاستبدال المقاربة القديمة، أي تعامل كدولة وريثة الاستعمار مع دول هذه المنطقة، بحيث تكون القوات الفرنسية رديفة للقوات الوطنية في محاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن وغير ذلك. ولكن لا يبدو حتى اليوم أن هذه السياسة، هذه المقاربة الجديدة قد آتت أكلها أو أنها على صعيد النجاح، والدليل على ذلك ما نشهده اليوم في النيجر. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد ميشيل أبو نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.